السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في أولى حلقات برنامجكم برنامج ميادين. عالم سباقات الهجن عالم جدا ساحر، لا يقتصر فقط على المنافسة في أراضي الميادين، إنما هناك عدة ميادين بتتعرفون عليها إن شاء الله عن طريق برنامجنا. ميادين اقتصادية، ميادين ثقافية وسياحية واجتماعية أيضا، وغيرها من الميادين بتتعرفون عليها عن طريق البرنامج، تابعونا. سعادة الشيخ مساك الله بالخير. مرحبتين، مساكم الله بالنور. يعطيك العافية على الهضور. الله يعافيك ويسلمك. دائما نتكلم عن هذا المهرجان الضخم، ما شاء الله جوائز عديدة وتنظيم جميل، الله يعطيكم العافية. لو نتكلم شوي عن تحضيراتكم والاستعداد لهذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا المهرجان، أولا المهرجان تعرف مثل ما أنت عارف يحمل اسم غالي علينا جميعا، اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة. الكل يحرص المشاركة في هذا المهرجان، الكل يحرص على تحقيق إنجاز في هذا المهرجان، لأن يحمل اسم، فتعرف أن قوة هذا المهرجان فخيرة الهجن مشاركة في هذا المهرجان. المهرجان هذا يتميز أن جوائز 280 سيارة اللي تسجل في 329 شوط للهجن، مدته 12 يوم. بالنسبة لعدد الهجن اللي شاركت، مرحبا، عدد الهجن اللي شاركت 13,000، ويمكن تكون بعد في زيادة. الحمد لله أعداد كبيرة من الجماهير حاضرة سواء للحضور المشاركة أو التفرج على هذا المهرجان. بيض الله وجهك، يعطيك العافية، ما قصر، بتوفيق إن شاء الله. الله يعافيكم، مشكور، وأشكر قناة الريان الحقيقة على حضورها المستمر في هذا المهرجانات، أو سواء في هذا المهرجان أو المهرجانات السابقة، وأشكر كل من يساهم معنا في إنجاح هذا المهرجان، وإحنا اليوم في أول يوم، وأتمنى التوفيق للجميع، وأرحب بالأخوان الضيوف اللي متواجدين في ميدان الشحنية، وإن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله. الله يعطيك العافية، ما قصرت. طال عمرك، يعافيك. العافية. الحين موجودين خلف نقطة البداية، قاعد نشوف التجهيزات اللي موجودة، الله يعينهم طبعا الشباب ما شاء الله مستعدين. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، مرحبا. احمد يرين المنصوري. والله هنا نعم بحالك. المنصوري، احنا دارين انكم الحين شوي منشغلين وفي هناك حماس وعلى قولتهم شوية ارتباك وخوف، لكن نبي نتكلم شوي عن تجهيزاتكم قبل نقطة البداية. الحين الحفوز يلعب ابن لعب، ياسين نحضر ونركب قاعدين. الله يوفقك ان شاء الله. شو اللي تسويه قبل لا تدخل نقطه الستارت؟ قاعد نشوف الحين قاعد تركب الركاب وقاعد تشرف على الشباب. اركب الركاب واشيك على الي. كم راس مشارك؟ راسين. الله يوفقك ان شاء الله. ترشيحاتك، انا عارف انه سؤال صعب، لكن انت داخل كوثوق باذن الله مرشح نفسك او مرشح لك حد ثاني منافس؟ لا، مرشح نفسي، كلنا يرشح نفسه. كفو، والله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للمنصوري، من اللي تحاتيه في نقطه النهايه؟ كلهم جمعين. جواب دبلوماسي. اجمعين، ما حد يستهان فيه. الله يوفقك ان شاء الله، فالك الناموس ان شاء الله. وياك. الله يوفقك. حضور جميل من هالامارات، يا مرحبا بك، تعرفني على اسمك. مرحبا، السلام، محمد من الخويته من العامري. ونعم والله. العامري مشارك ببكره صحيح؟ نعم. اسم البكره؟ مشكوره. الله يوفقك ان شاء الله، وباذن الله بخط النهايه نشوفك الاول ان شاء الله. تعرفني بالبدايه عن التجهيزات اللي تسويها قبل لا تدخل في الحلال يعني؟ نعم. والله لازم مطيت عدها استعداد اوكي عشان تجيب الاداء المطلوب اللي انت تبغيه. طيب بالنسبه للمنافسه داخل، تشوف اليوم في منافسه كبيره او باذن الله نشوف العامري مرتاح في نقطه النهايه؟ لا لا، الحلال ما يستهان به. نعم دايم، والحلال ما يستهان به، والملاك نفس الشيء، سبق وايد، والتوفيق بيد الله. قواك الله. قوي الله. الله طبعا الحين نقطه التوتر على قولتهم. نعم. البدايه بعد شوي، ما بقى لها الا دقائق معدوده ان شاء الله وتنطلق، لكن خلينا نتكلم عن احساسك حاليا وشعورك ومعنوياتك. ان شاء الله المعنويات طيبه، اذا الله كتب لنا النصيب وسبقنا ترى خير وبركه، واذا ما الله كتب هذا ترى هذا ركض، ومجال للركض يا سابق يا مسبوق. ممتاز. طيب انت بكم راس مشارك؟ والله بقعود عندي هني في رمز المحلي القعدان. محقق من اول قعود؟ نعم، القعود جاي ثاني على الرمز، وما اخذت سياره في اللبسه، وهني شاركت في رمز الوالد ويس المركز السادس.
اثناء التفحيم واثناء متابعتك للسباقات اللي طافت، هل تيمت لو تيمت له الروس المشاركه القويه المرشحه؟ والله ما تيمنا، هاي الاشياء مش موجوده في مجال الهجن، لانها حسب المنطقه، يعني حد تلقاه في قطر، حد في ابو ظبي، حد في العين، حد في دبي، يعني مستحيل انك تقدر تحدد الاسامي كلها القويه ذي. مشارك ما شاء الله الشوط هذا والشوط اللي بعده؟ ان شاء الله. ترشيحاتك الاقوى الشوط هذا ولا اللي بعده؟ والله الشوط هذا ولا الشوطين؟ الشوط رمز هذا حلو، والشوط اللي عقبه سيارات، الشوط اللي قدام بكار رمز نفس المستوى كله الابكار والجعدان. ممتاز. طيب انت الحين عندك راسين، من ترشح فيهم؟ من الاقوى تشوف؟ والله نقول يمكن ان شاء الله القعود. الله يوفقك ان شاء الله. الاسامي اللي ترشحها غيرك؟ قعود هجام، قعود المشيخي، وقعود قوي الصراحه قبل مركاض هذا ماخذ رمز، قعود بالطوير العامري بعد قعود قوي، والمرزق قال الله ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله فالك الناموس. الشوط هذا والشوط اللي بعده ان شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك ان شاء الله. اثناء اللقاءات من قبل شوي كان هناك ترشيحات على قعود جار الله بن سالمين، والان معانا المرشح جار الله بن سالمين. حياك الله. مرحبا اخ احمد. مرحبا. الله يوفقكم ان شاء الله. مشكورين قناه الريال الحقيقه على المتابعه وعلى جهدكم المبذول. الله يبقيك طول عمرك. الله يجزاك خير وشكرا على حضورك ومشاركتك الطيبه. وفي هناك ايضا ترشيحات على القعود اللي عندك، القعود اسمها نسناس صحيح؟ القعود نسناس، وان شاء الله انها ما خيب ان شاء الله ظن مرشحين ان شاء الله. التوفيق على رب العالمين. احنا عادين للشوط هذا، وهو مو باول مره يشارك في شوط الرمز، شاركناه في المفتوح سباق اللي طاف جاء خامس، شاركناه في رمز الكويت جاء ثالث، والقعود ما عندنا الا 5 اشتراكات السنه. القعود شروق طيب، طيب القعود طيب نشمي. الله يوفقك ان شاء الله. طيب ترشيحاتك لنفسك لهذا الشوط؟ والله انا الحقيقه مجتهد كله مجتهد النصيب. نعم، واطلب التوفيق من رب التوفيق الله قبل كل شيء. وانا مؤمن باللي يجي من رب العالمين، انا مؤمن به. اذا الله قاسم لي الرمز ان شاء الله شفتوه واخذته ان شاء الله، واذا الله مو بقاسم لي لو تجتمع عليه همة الثقلين ما الله اعطاني اياه. نعم. بن سالمين اللي رشحه من قبل شوي اخواننا من هالامارات مشاركين ايضا في قعدان ومحققه جوائز، لكن نبي الحين ابن سالمين من يرشح اذا نسناس ما اخذ الاول لا سامح الله؟ والله انا حقيقه من المنافس لك؟ كلهم اللي في الشوط اخ احمد منافسين، يعني ما حد قدم قعوده طال عمرك، لان اللي عنده قعود سبوك اقل شيء بياخذ بالسياره، لكن هم قدموها في الشوط هذا الرئيسي الا عارفين ودارين قعدانهم كفو للشوط هذه، للشوط هذا الرمز، ويطلبوا من الله التوفيق، لكني ارجو من الله ان شاء الله توفيقي الاول وتوفيقهم من عقبي. الله يوفقك ان شاء الله يا بن سالمين. كل شيء تنظمه دولة قطر احسب انه في نظامه كسرتين، بفضل شيخ ما يحاتي لها خسر، الكريم ابن الكريم هو اهتميم، شفت يومه يحضر لاشواط العصر حتى فحص الهجن يبا يطلع سليم. معانا المعروف غني عن التعريف الراعي صوغه، مساك الله بالخير. مرحبا عليك. يا مرحبا بك. اليوم مشارك ان شاء الله؟ ان شاء الله. ترشيحاتك؟ ترشيحاتي على السبوك. ترشح اسم معين ولا ان شاء الله توفيق؟ والتوفيق باذن الله للجميع باذن الله تعالى. الله واللي يا ربي يوفقه بيتوفق، واللي ما عندي يعني يعني الف ناقه من ناقه، لكن ان شاء الله الله يوفق الجميع. مسعود قواك الله. الله يقويك. ما بقى شيء ان شاء الله بينطلق الشوط. الله كريم ان شاء الله. مشارك بكره اسمها الذيب. ان شاء الله. ممتاز. طيب ترشيحاتك للبكره اللي عندك، وهل حققت من قبل ولا؟ حققت الانجازات الكثيره، وهو ترشيحاتي لها ان شاء الله انها تنافس والتوفيق عند رب العالمين. امين يا رب. اول مشاركه لها في الدوحه؟ لا، ثاني اشتراك. ممتاز. اول مشاركه سوت؟ جايه رابع. الله يوفق ان شاء الله. الشوط قوي. ان شاء الله. ترشيحات قويه بهذا الشوط. اكيد ان الجميع يتمنى الاول، هذا شيء ما فيه كلام، لكن بالنسبه لمسعود من المنافس؟ والكل ينافس، ما حد دخل هالمجال الا الكل ينافس ان شاء الله. كل اللي في الشوط منافسين. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا رب. قواك الله. الله يقويك يا رب العالمين. عارفين ان في توتر وفي شغل وفي قواكم الله. الله يقويك. الحمد لله رب العالمين. نعم. بالنسبه لمشاركتك؟ والله مشاركه طيبه، شاركنا اليوم حلال في الفتره الصباحيه الحقائق الانتاج. نعم. ويا بنا رقوم متقدم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يوفقكم تستاهلون. باسم رغش. نعم. ممتاز. تشاركونا الحين؟ باذن الله. ايش اللي عندكم؟ رابع الشوط السادس، ونتمنى والله التوفيق. ايش اللي مرشح فيها الرابع والسادس؟ والله مرشحين في الشوط السادس، مجاوز سابق في المحلي المره قبل شوي هني عندكم قطر،
وتيمه حلو وركضها طيب. نتمنى من الله التوفيق. بن حمام قواك الله. الله يقويك. التوفيق ان شاء الله. وياك الله يسعد مساكم جميع، ومشكورين على التغطيات اللي المفروض انها ما تطلع مني لاني انا احد اعضاء فريق قناه الريان. بيض الله وجهك، الله يقويك. كل يوم انت كمشارك جايبيني. صحيح. لكن ما شاء الله مبتسم، واشوف اليوم شكلك مرتاح. احنا دائما مبتسمين. داخل وانت مرتاح. احنا دائما مبتسمين ان شاء الله. مشاركه طعمك هذه اشواط انتاج اتيحت. نشكر اللجنه المنظمه برئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم على اتاحه فرص اشواط الانتاج. هذه طعمك انتاج عندنا من العزبه ولنا ولغيرنا المشاركين اللي عندهم انتاج. فالان ايش تقدر فرحه اخونا مبارك بن احمد وصاحب الرمز في الشوط الماضي، شوط الرمز، انتاج بكرته، انتاج من عزبته امها وابوها. فدائما سبق الانتاج له طعم غير. اكيد الشريه غير والانتاج غير. صحيح. هن كلهن حلالك، لكن الانتاج اللي تعبت عليه وشفته معها ومضربها على البعير الطيب ومنوخها ومدبها من عادها مفروده وانت تراعيها. فنتمنى التوفيق للجميع. محمد مبروك السياره. الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. الصبح خذيت السياره، الله يبارك لكم. الحمد لله، توفيق من عند الله سبحانه. تستاهلون. تستاهلون. بالنسبه للمشاركه الان. اوه ان شاء الله، سياره ثانيه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. نبي نسمع الاسم بالاخير بالنهايه، شو نسمع؟ ان شاء الله استشاره. استشاره؟ الله يوفقك ان شاء الله، محققه من اول؟ ان شاء الله، سابقه هنا في المحل اللي اختار. ما شاء الله تبارك الله، والحين دخلت امرك. ان شاء الله باذن الله. ترشيحاتك، هل في منافسه قويه؟ هل خايف من قعوده وبكره معينه؟ لا لا ما في، انتاج واثق. لا لا يعني نعم. مفتوح، مش معروفات الاسامي. نعم. بس الله يوفق ان شاء الله. الله يوفق. في العديد من الاسامي اللي محققه من اول، هل في شيء انت مثلا محاتيه او شيء، او ان شاء الله يعني داخل بذوق الوثوق؟ ما في شيء ترى، الثقه بالنفس متقليل من قدر الاخرين. بالعكس قبلت بس مطيتي بس. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. بارك الناموس. تستاهلون. تستاهل خير. سلمكم. والحين ايضا مشاركين ان شاء الله. ترشيحاتك. والله ما ندري بالشوط، احنا نقول ان شاء الله تمام. الله يوفقك، يوفقنا ويوفق يوفق الجميع ان شاء الله. الله يجزاك. بيض الله وجهك وبالتوفيق ان شاء الله، ما نبي نعطلك عن الشوط. كلمنا عن انجازك اليوم الصبح. والله طول عمرك عندنا قعود هذا متحد، طول عمرك ماخذ الرمز اليوم الخنجر هذا، طول عمرك ناموسين، نعتبره ناموس انتاج طول عمرك وناموس الرمز بعد. اكيد الله يوفقك ان شاء الله. طبعا غير ناموس الانتاج هذا شيء مختلف، انتاجك وخذ رمز شيء كبير يعني، الله يوفقك ان شاء الله. نعم الحمد لله على التوفيق. طول عمرك بعده موجود انتاج الاب والام. الله يوفقك ان شاء الله. طيب نبي نسال الان في الشوط، شنو كانت مخاوفك من ايش قبل بدايه الشوط؟ وفي الشوط هل صادفك موقف معين، منافسه قويه كانت بينك وبين قعود انت كنت مرشحه بالبدايه، او لا كان الشوط سهل على قولتهم؟ لا الشوط طول عمرك شوط رمز، شوط رمز دائما يكون صعب. والحمد لله التوفيق من الله وتوفق المتحد بارك فيه سبوق. بالنسبه للانتاج هذا هو المتحد حمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري، تهانينا والناموس على انتزاع الخنجر. الف الف مبروك، تستاهل الناموس. الله يبارك فيك ويسلمك. طبعا البكره اللي ماخذ اليوم اول مشاركه لها ومن انتاجك، واول مشاركه لها طبعا في الرمز. نعم لا مشاركين المركز القبلي الحين، وجت ثالث والمركز فازت بالرمز. يعني اول مره تاخذ الاول في رمز. اي نعم اول. تستاهل والف مبروك. وهذا يعني ما ادري كم ناموس تحصد اليوم، ناموس الرمز وانتاج وغير هذا ناموسك بدال المره اللي طافت. الله يسلمك. طيب بالنسبه لسباق، سباق منافسه كبيره، وانت دخلتها ثاني مره معناته ان كان عندك تحضيرات مختلفه، زائد كان عندك امل كبير فيها، والحمد لله حققت مرادك وحققت اللي انت تتمناه. شو كانت تحضيراتك ان انت صممت ان هذا انتاجك بالضبط هو اللي ياخذ الرمز؟ والله الحين شفنا البكره عقب الريس اللي ركضنا فيه تحسنت، اعطانا مفاهيم اكثر. ممتاز. طيب جديدك؟ جديد ان شاء الله بنشارك ان شاء الله. في اي تحديات؟ في اي تصريحات جديده؟ تحديات مو عندنا شيء في الرموز ولا الاشواط العاديه، وان شاء الله بنكون المراكز الجايه ان شاء الله. بالنسبه خلينا ناخذها لقدام السنه الجايه ان شاء الله، وش اللي بيشارك عندك؟ في شيء حاطه ببالك من الحين تبي تشارك به؟ ان شاء الله عندي حجاج وعندي لقايه السنه الجايه واذا الله يوفقك ان شاء الله. سلاله اللي البكره اللي سلالتها بنت الشمالي وابو الفارس. وزن سلام يا وزن، سلام يا وزن، سلام يا زعبيل، سلام، تهانينا. الف مبروك الناموس. الله يبارك لك يا رب. تستاهلون. القالط بيض الوجه، قبل شهر خذ الثاني في سباق المؤسس والحين خذ الاول. الحمد لله على التوفيق. دي توفيق ونصيب. الله يبارك لك يا رب العالمين. سبب اصراركم على هالقعود مع انه خذ الثاني والمنافسه جدا قويه، واخترته بعد وكنتوا متوقعين انه ياخذ الاول، والحمد لله اخذ الاول. وصيف الرمز
سواء وصيف الرمز ولا ثالث ولا رابع، توقع اي يوم ياخذ الرمز وقعد وصيف الرمز، والحمد لله الله وفق اليوم ويمله ويا على المطلوب الحمد لله، ونصيب وتوفيق على الله. الشرية غير وانتاجي غير، إلى أنا اللي منتج فرحتها غير. شلون فرحتكم اليوم؟ أشوفكم ما شاء الله تبارك الله الجميع ومباركات وخير. سبق الانتاج له لذة، يعني عقب سنتين أخذتها من الأم أو أخوه من الأم عندك، لذة غير وأمه غير وفرحته غير، يعني الانتاج كأنه من العائلة يكون الانتاج اللي نحن له. ممتاز. السلالة بيضت الوجه وأثبتت انتاجها وأثبتت جودتها، بتنتجون إن شاء الله حق السنة الجاية من نفس الأم ولا بتغيرون؟ إن شاء الله أمه ذي بونا أخته، أخته قالط عام أول بتاعت بأربع مليون ما شاء الله. نعم أخته من أم أبو بتاعت أبوها الخروف بعيد سهيب الذويب، وسلالة الخروف مش غريب عليه لأنه من شهر بكر عادة عندنا ما أخذها رمز بنت الخروف ما شاء الله. وهو كان وصيف الرمز والحمد لله سلالة الخروف سلالة رموز. الله يوفقكم، نترقب إن شاء الله من نفس السلالة بإذن الله. أبشر إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، تستاهلون، ألف مبروك. سلام على انتزاع الخنجر من تحت اقدام القالط، تهانينا للسيد ناصر بطوير بن ناصر بالمره العامري على فوز القالط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومشاهدينا الكرام، رجعنا لكم اليوم في استضافه شخص بيض الله وجهه على استقبالنا في مكانه. طبعا هذا الشخص خلينا نسميه محارب قديم وعاده من جديد بعد انقطاع 15 سنة. هذا الشخص صاحب إنجازات كبيرة وغني عن التعريف، معنا اليوم اللورد عبد الله بن سعيد العيد. يا مرحبا بك أبو سعيد. حياك الله. طبعا أولا أنا أتقدم لكم بالشكر وأرحبكم في زيارتكم هذه، وهذه مش غريبة على قناة الريان، ولا يسعني إلا أن أرحب بالأخوة المشاركين في هذا المهرجان من دولة الإمارات والسعودية وعمان وكل أبناء الخليج، في مشاركين في مهرجان سمو سيدي أمير بلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الله يطول في عمره. ونتمنى أن احنا نقدر نبدأ برنامجكم هذا بداية طيبة، ونكون احنا نعمل إضافة لهذا البرنامج. نعم الله يبيض وجهك يا أبو سعيد. برنامجنا برنامج ميادين، بنتكلم فيه مثل ما تعرف عن ميادين سباقات الهجن شاملة وواسعة. ميدان سباق الهجن أو الهجن بشكل عام هي بحر كبير، لازم يعني الإنسان يعرف إيش تعني الهجن وإيش سباقات الهجن وإيش اللي يدور في مناطق سباقات الهجن، من سباقات ومنافسات، من علاقات اجتماعية، من جانب اقتصادي أيضا، فيها جوانب عديدة اليوم نتكلم فيها معك أبو سعيد. لكن بالبداية لو نتكلم عن زمان أول على خبرتك القديمة ما شاء الله تبارك الله، نبي نتكلم عن بدايات الهجن وبداية السباقات. والله شوف أنا بقول لك أول شيء بعطيك نبذة بسيطة عن سباقات الهجن. سباقات الهجن هذه مش يعني حديثة، يعني الناس أول كانوا البدو الرحل كانوا في المناسبات في الأعياد يتسابقون على الهجن، وهذه من الأشياء اللي كانوا يعملونها في المناسبات الأعياد. بدايات سباق الهجن في قطر أنا أذكر أن كان فيه سباق صار هنا، كان شارك فيهم يعني مجموعة بسيطة من ضمنهم، وفاز فيه جابر بن حسين على بعيره ربدان، هذا شيء معروف. بدأت السباقات في الأبرقة، وكانت بدايات السباقات هناك ما كانت يعني بذيك الإمكانيات الحالية والتكنولوجيا اللي احنا فيها الآن، كانت بسيطة وكان عليها إقبال شديد. فالمسؤولين كان سمو الأمير الوالد الله يطول عمره دعم هذه الرياضة، وصار عليها إقبال كبير من الشعب القطري طبعا اللي هم يرغبون الهجن وسباقات الهجن، وصارت الأمور تتطور كل سنة أحسن منها السنة اللي قبلها، حتى وصلت إلى ميدان الشحانية. والآن سمو الأمير طلع مكرمه الله يطول عمره عملوا ميدان الحين قاعدين ينفذونه في على طريق مباب، وفي ميدان في الشمال يخدم أهل الشمال وهذا يخدم أهل المنطقة الغربية والجنوبية. هذا دليل على حرص المسؤولين على دعم هذه الرياضة، لأن هذه الرياضة لها عدة جوانب مثل ما قلت اقتصادية واجتماعية من جميع النواحي. إن بغيت تقول تحرك السوق حركت السوق، إن بغيت تقول تحرك التجارة العامة مثل الأعلاف وما الأعلاف تحرك صحيح. إن بغيت تقول تكون علاقات تكون علاقات يعني، فهذه خلطة صراحة غريبة، وأي واحد يعيش في الوضع اللي احنا قاعدين نعيش فيه صراحة يمر عليه اليوم ما يحس
صحيح. يعني اليوم يمر عليك من الصبح للليل وانت ما تحس، عايشها في سعادة وطرب وناسة، وهذا الحمد لله نعمة من رب العالمين يجب ان نشكرها. نعم. يجب ان نحافظ عليها. يعني المسؤولين ما قصروا، عملوا كل شيء، كل شيء عملوا في سباقات الهجن. الآن يحتاج ان احنا يا ملاك الهجن ولا اصحاب هذه المهنة ان احنا نحافظ عليها، نحافظ على العزب، نحافظ على النظافة، نحافظ على طريقة المشاركات، كيف تكون الالتزام بالقوانين واللوائح اللي هي تمنع التنشيط وما التنشيط وهالسوالف هذه. يجب ان احنا نكون متقيدين، لانهم وضعوا كل شيء حتى اللوائح، الشروط والواجبات اللي لك والواجبات اللي عليك، الحقوق اللي لك والواجبات اللي عليك معمولة في لوائح واضحة. يجب احنا نلتزم فيها، لان ما يصير المسؤول يوفر لك كل وسائل الراحة وانت بدل ما تبني تروح تخرب. يجب ان انت تحافظ، لان اذا المسؤول وفر لك كل شيء وانت حافظت على الاشياء هذه اللي توفرت لك راح تستمر معك سنين وسنين. صحيح. لكن اذا هو يبني وانت تهدم ما راح تستفيد شيء. ابو سعيد، انت كمالك ما شاء الله عندك سبل مثل ما تكلمنا فيها تحت الهواء، عندك سبل ما شاء الله مطوره جدا، سبل ممتازه على قولتهم. نبي نتكلم عن هذه الطرق، وايضا نبي نتكلم عن المضمر. هل انت كمالك تراغب شغل المضمر او تتدخل فيه، او فقط عليك ان انت الشريات وهو على خبرته؟ طبعا نشوف اي راعي حلال او راعي مصلحه لازم يراقب مصلحته. نعم. لكن في هناك مراقبه مباشره وزايده عن حدها. نعم. وفي هناك مراقبه من بعيد، تعمل عليه زوم من بعيد وتعرف ايش يسوي ايش ما يسوي. لكن بعض المضمرين بحكم خبرته ومجاله الواسع في هذه يستشير صاحب الحلال مثلا، يقول له والله انا ابغي كذا، انا بسوي كذا، وش رايك؟ هذا الرجل العاقل اللي يعرف انه اذا اخلص في عمله وحقق نتائج راح يستفيد. نعم. لكن الرجل اللي عكس ذلك هذا يجب تعمل عليه مش زوم، دبل زوم. نعم. يعني تراقب عن ممتاز. طيب بالنسبه لسبل ابو سعيد في مراقبه الحلال، خلي الحين مدرب، لا الحلال اللي موجود. انا الحلال، انا اشوف انا الحلال عندي طبعا عيال اخوي موجودين معي واعتبرهم عيالي وعيالي موجودين، ومو بكل شيء انا اتابعه، فهم يتابعون كل شيء ويعطوني المساء بريف كامل عن اللي شافوه وش سووا. ممتاز. لكن متابعتي للحلال طبعا، انا العزبه هذه حديثه توني عاملها. نعم. يعني عامل عندي الحظائر، عامل عليها كل حظيره فيها كاميرا. ممتاز. وفي المكتب هنا الشاشه، يعني اقدر اشوف الحلال من اللي يدخل عليه ومن اللي يطلع وش يعطونه وانا جالس في المكتب. حتى وانت مسافر؟ حتى وانا مسافر على الايفون. ممتاز. هذه الاشياء تكلفتها سهله جدا، يعني مش بذيك التكلفه. بعض الناس لما يقول حط كاميرات هاي مكلفه، بالعكس هذه ارخص مما يتوقعون. نعم. وتعمل اضافه وانت مستفيد منها، يعني ما راح تضرك بشيء. اللهم المنتنس مالها ما ادري يمكن في السنه ولا سنتين وتريح وتريحك، لكن هذه ما يعملها الا شخص عارف للشغله هذه. نعم. يعني تركبها وانت ما تعرف، لا تعرف تشغلها ولا تعرف كيف تستخدمها، هذه بلاها اكيد خبره. فانا حطيتها على اساس اني اذا بغيت بدل ما اروح اتصل فيه واشوفه وش الموجود داخل، وانت في المكتب تفتح الشاشه وتشوف ايش اللي موجود، متى طلعت للتدريب، متى تعشت، متى تغدت، متى ايش اللي قاعد يعطيها، يعني شغله الشباب ذول ما بعد مرت عليهم. زين، بالنسبه للميدان الحين تكلمنا بشكل واسع، تكلمنا عن التداريب وهذا، لكن بالنسبه للميدان عودتك هذه العام انت تقول رجعت، عودتك هذه بالنسبه للميدان نبي نتكلم عنه. انت رشحت مره قلت سيف الدوحه ان كان عندي ولا ان كان عند بن عقيل، وبيض الله وجهك هذه سماحة نتكلم عنها، أن أنت مو فقط رشحت نفسك، رشحت أيضا أخوانك الباقين، ولكن كلامك كان موثوق منه أنه بيكون في الدوحة. أنت ما نسبت نفسك فقط، قلت أنه بيكون في الدوحة، ممكن أنه يكون عندي أو عند ابن عقيل. يجب يكون في هناك الواحد يتكلم، يجب يكون الخط رجعة. أنا عودتي للعام الماضي حسيت أنه صار هناك فراق، يعني هذه الرياضة صار عليها إقبال شديد من المسؤولين. صحيح. صارت منافسات قوية. نعم. يعني على مستوى. نعم. على مستوى دبي وبضبي وقطر منافسات قوية، يعني فبعض الملاك أنا شفت الناس هنا صار عندهم بعض العزوف، بعض الناس الملاك المقتدرين، أنا ما أتكلم عن الناس البسطاء اللي، فقلت هذه فرصة أنك تدش، يعني الحرب كر وفر، يعني تعرف إذا بغيت تدخل لازم تعرف متى تنسحب.
فدخلت في هذا المجال والحمد لله توفقنا فيه وراح نستمر فيه إلين طبعا يخلق الله ما لا تعلمون، ما تدري ايش يصير بكره. صحيح. فدخلنا بقوه بامانه يعني الموسم هذا بالذات العام الماضي دخلنا يعني باشياء بسيطه، لكن الموسم هذا دخلنا بقوه. ممتاز. يعني جميع الفئات اشترينا فيها، حققنا فيها رموز. يعني هذا اتكلم عن سيف المؤسس، اول نسخه ذهبيه المؤسس الدوله اللي هو الشيخ قاسم بن محمد. هذه شلفه احد الهجن، شاركنا في مهرجان الكويت الدوره 17 حصلنا على سيف الشيخ زايد هنا اللي قبل 10 ايام. ايه وعندك شلفه بعد موجوده الان، شلفه الجساسيه يعني سيوف اثنين والشلف ثنتين، هذا في حد ذاته انجاز. صحيح. لان احنا ما زلنا في بدايات الموسم هذا. طبعا هذا اخر موسم وبعده بيكون موسم التحدي. بعد هذا المهرجان راح ننتقل للوثبه، بعد الوثبه المرموم في دبي، بعدين مهرجان التحدي. اتوقع ان هذا انجاز اربع رموز في اقل من 7 شهور او 6 شهور. هذه عوده قويه. هذه عودة قوية، ولابد أنت إذا بغيت تبقى تستمر قوي يجب تدش قوي. ممتاز. لأن أنت الآن العالم الهجن هذا ما فيه مرحومين عندهم. ممتاز. إذا طحت داسوك على طول. أبو سيد الحين بوريك مقطع فيديو، أباخذ رأيك الناقة هذه. الله يستر من هالمقطع. حيد الشوف، هذه الله سلمك الذيبة يوم فازت في الوثبة، أخذت سيف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. وكانت هي الأولى وجات وراها معاها منحاف، وكان هذا السبق مش غريب على الديبة. منحاف منحاف وهي ضيفة من دولة قطر الشقيقة، تعود ملكية منحاف إلى سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني المضمر السيد حبيب الشيدان المري. وتلاحق هناك ملاحقة قوية، هناك الملاحقة القوية من الواهية، وتعود ملكية الواهية إلى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمضمر السيد عبد الله بن عيد المنصوري. وأما نرى الله، وتحركت الذيبة، وتحركت الذيبة راعية الإنجازات، راعية الإنجازات على أرضية الشحرية، على أرضية جميع ميادين دول مجلس التعاون، وتعود ملكيتها لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمضمر السيد عبيد بن شينان. وهناك الملاحقة القوية أيضا من قبل سمحة السلالة الحملولية أيضا حق صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومن إنتاج بدع ذلاب يضمرها السيد ساري بن بلوش المزروحي. وانتظروا المفاجآت مشاهدينا الأعزاء من الضبية 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 اللي في المركز الخامس سمو الشيخ حسين بن عبد الله الهاني، وتنحدر أيضا سلالتها من سلالات سوغان، والمنظر السيد ناصر بن مسفر الشهواني. وخلونا عندما اتجهنا مشاهدينا الأعزاء اتجهنا إلى خط النهاية، خط النهاية أراه ومن على بعد يقف ويتراقص أمام الجميع ليحتضن من ستحظى بشرف سيف صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وتنفرد اللي أمامنا اللي هي منحاف منحاف مشاهدينا الكرام منحاف منحاف، وهذه اللي أمامنا على شاشة التلفزيون بالشعار الأزرق التي آتية من دولة قطر الشقيقة خصيصا لهذا الشوط وخصيصا لهذا المهرجان الذي يشهده ويرعاه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين ابن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس سيادة الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية مصر العربية، وعدد كبير ومن أصحاب السمو الشيوخ. والله الموقف الخطير المنحاف والديبة وسمحة منحاف والديبة وسمحة منحاف والديبة وسمحة يا سلام يا ديبة يو الله المعركة طاحنة بين الديبة ومنحاف منحاف والديبة منحاف والديبة منحاف والديبة مثل ما قال سلطان بن أحمد السويدي الله 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 الثنتين جميعا تعود ملكيتها لسمو الشيخ خليفة بن محمد الفاني
يعبر الحدود إلى دولة قطر الشقيقة، إلى إخواننا، إلى إخواننا وأحبائنا في دولة قطر الشقيقة. تهانينا لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الفاني. واللحظات الأخيرة من حاب 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 والذيبة الذيبة والحاب الذيبة من حاب. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظة من حاب من حاب الذيبة الذيبة من حاب الذيبة من حاب. الله اللحظات الأخيرة هذا هو هذا هو خط النهاية. يقف يقف الاحتضان من حاب والذيبة الذيبة ومن حاب يحتضنهن وتقبل فيهن لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد. بس كانت بالبداية كان نحاول الأول منحاف الأول بينها. والدليل منحاف الذيبة أن عندها يعني قدرة على المنافسة، سبقت هجن الرئاسة والحقت منحاف وسبقتها ما شاء الله تبارك. وهذا دليل على قصتها معك. والله قصتها هذه 98 أو 97 قصتها الله يسلمك. أنا كان عندي معي ضمر عندي طبعا كأخ عزيز عبيد بن شينان، وعمل لي تليفون وأنا في الدوحة قال لي فيه ناقة أبغى أشتريها، ورحت له دبي بشوف الناقة. الناقة كان يملكها محمد بن دجران واحد من الجماعة هنا. اشتريناها من عنده وخذها عبيد وركضها هنا وفازت. وانتقلنا بعد ما فازت هنا طبعا اتصل في جاسم بن ربيعة. جاسم بن ربيعة طبعا هو المسؤول عن هجن الشيخ محمد بن خليفة أنا ذاك يعني. فأصر أنا ما كنت أبغى أبيعها، لكن ما نقدر نقول لهم شيء لأنهم الخير والبركة الشيوخ وكل ما نملك لهم الهجن وغير الهجن. طبعا الذيبة لما انتقلت من هنا كانت ملكيتها تحولت الشيخ محمد. شاركت في سباق دبي في ند الشبا، وشاركوها في الشوط الرئيسي. كان في الشوط الرئيسي ذاك الوقت العزرة للشيخ حمدان بن راشد، كانت يعني ما حد يتوقع هناك ان حد يسبقها. سبقتها الذيبة يعني بمسافة مش طبيعية يعني صراحة، وراحت للوثبة في نفس الوقت وفازت بسيف الشيخ زايد. ومن عقبها طبعا ما عاد، وكان السبق ما كان يحسب لصاحب هذاك الوقت، يحسب لكل اللي يحبون الذيبة زمانها. هو صحيح. الله يبيض وجهك أبو سعيد، ما قصرت. شكرا لك وعلى استضافتنا في مكانك وعلى اللقاء الطيب هذا، وفالك التوفيق بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير، الله يسمع منك. الله يوفقك يا رب. نعم مشاهدينا الكرام، احنا كنا بضيافة أبو سعيد اللورد بيض الله وجهه على استضافتنا في محله، وبإذن الله تعالى يتنومس هو وجميع أهل قطر. نشوفكم على خير إن شاء الله. ما فزنا بشيء من النواميس، ما عاد مخلين ما عاد مقبلينكم. لا إن شاء الله بتقابلنا إن شاء الله وأنت متنومس. الله يبيض وجهك أبو سعيد. نشوفكم على خير مشاهدينا الكرام، في أمان الله. يا مرحبا.